السلام عليكم. خاطرة اليوم هي أن لا تكون هشا. أي ضربة تسقطك، وأي صدمة تضعفك، وأي فشل يعقدك، وأي خطأ يقتلك. كن قويا، فلا مكان للضعفاء في هذا الوقت. الحياة ستحطمك عدة مرات، وسترى أمورا لا تريد رؤيتها، وقد تحزن وتفشل وتخذل من أقرب الناس لك، ولكن انهض ولا تفقد الأمل أبدا. يجب أن تتجاوز خوفك وندمك وهزيمتك، فالحياة لن تقف لتراعي حزنك. إما أن تقف أنت وتكملها رغم انكسارك، أو أنك ستبقى طريحا للأبد. جميعنا نمر بصعوبات وتحديات في حياتنا، وقد تكون أنت الآن في هذه اللحظة من حياتك تقول: يا ليتني أكثر قوة، أو يا ليتني أكثر مرونة في التجاوز. أنت كذلك وأفضل من ذلك بكثير. الله لم يضعنا في مواجهة هذه الأمور إلا وهو يعلم سبحانه وتعالى مقدرتنا في تخطيها بقوة. سنمر وستمر على خير إن شاء الله. دمتم في أمان الله، ولا تنسوا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد. السلام عليكم.